كابتن حبيبي. توقعاتك النتيجة غير. توقعاتي اريد 3-1. غير 3-1 ما نقبل. والله فوز لنا وما نعطي، والكاس لنا وما نعطي. راح اوزع ذهب اذا فاز المنتخب العراقي. اذا فاز العراق والله قسما عظما. انت صاير؟ انا صاير. كارين. ايه. اذا فاز العراق شو يصير؟ قسما عظما اذا فاز العراق راح اوزع ذهب. يعني سوار يمك؟ سوار موجود. يوزع يوزع صياني. صياني ذهب يوزع. والله ان شاء الله باكر 4-0. ترى كل شيء بكرم العراقيين، كل شيء وزعنا. مو غريب علينا. انا بالبصره من جو المجلس. زين. اعطيتهم ذهب. اها اي والله كل اشاد بكرم العراقيين بكاس الخليج الاخير. يا طيب ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك. شكرا.